طيب امبارح بقى كانت في مراسم لقرعه الموسم الجديد لبطوله الدوري الممتاز اللي هينطلق يوم 11 ديسمبر المقبل ان شاء الله. اسفرت القرعه عن ملاقات الاهلي والزمالك في الجوله الرابعه في الدور الاول للمسابقه على ان تقام مباراه الدور الثاني في الجوله 21. قبل بقى بنتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل الجدول بالظبط، عايزين بس نعلق على مواجهات الاهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. طبعا يوم 27 نوفمبر هيكون نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأول يناير مباراة الدوري، وفي خلال شهر ديسمبر إن شاء الله ممكن يكون في لقاءين تانيين، الأول في حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي كاس مصر واللي هيتلعب يوم 5 ديسمبر، وبناء على اللقاء الأول سيكون اللقاء الثاني في السوبر المحلي يوم 27 ديسمبر. يعني اللي من حضراتكم بيفضل دايما على أعصابه ومتوتر في مواجهات القطبين يستعد بقوة للفترة الجاية إن شاء الله.